الحبيبة يا أمي الحبيبة يا أمي الحبيبة انتي في الدار ركيزة تخميلة وشمار شدة ميريكان كلام مطرز بالعبار مشية فيها طيقار تخميلة وشمار شدة ميريكان كلام مطرز بالعبار مشية فيها طيقار يا أمي الحبيبة يا أمي الحنينة يا أمي الحبيبة انتي في الدار ركيزة. سعيدة بيروك عضو مؤسسة المشاهب، أنا من المؤسسين الأوائل ديال مجموعة المشاهب. البداية ديالتي كانت مع المجموعة قبل ما تسمى المشاهب، كانت في مراكش ذو الغربة. من بعد ما جينا غيرنا الاسم بطبيعة الحال. البداية ديالتي كانت مع مجموعة المشاهب وكانت في دار الشباب مع المسرح ومع الرياضة ومع الغناء. مع من بعد ملي بانت ظهرت ناس الغيوان وجيل جلالة، يعني قلنا حتى حنا خصنا نديرو نمشيو مع هاد الأغنية الملتزمة. حنا كانت عندنا مجموعة ديالنا كنغنيو، ولكن ماشي الأغنية الملتزمة، أغنية الاحتجاجية اللي كيسميوها دابا. كونا ديك الفرقة ديالنا في مراكش اللي كانت سميتها طيور الغربة. من بعد جينا لكازا وبدلنا الاسم المشاهب. الاغاني ديال المجموعات باقي كاينه والمشاهب باقي كاينه وباقي ناس الغيوان باقي جيل جلاله، غير هو العطاء قل حيت لي غران بيلي ديال هاد الناس كلهم ماتوا. ولكن كاينه اجتهادات دابا، ماشي ما كاينه اجتهادات كما قلت لك. دابا كنخدموا على الكليب، دابا خدمنا على الكليب ديال القرقارات وخدمنا على الكليب ديال سماره، ودابا غادي نخدموا على كليب ديال وليدات سطات. حنا واحد الاسبوع غادي نهبطوا لسطات باش نصوروا. مع هاد كورونا مع هادي خصنا يعني الفنان ما كيتسناش الحدث كيستغلوا. الفكره ديال الاغنيه الفرديه اللي كنخدم عليها دابا هي كانت قديمه، ماشي وليدات هاد العام ولا العام اللي فات. كانت الفكره قديمه كنت غنديرها انا والسي محمد باطم الله يرحمه، من مشاركه ديال العربي باطم الله يرحمه عمر السيد، هما اللي كانوا جابوا لينا المشروع. وكنت غادي نغني انا وياه ديو، ولكن ما كتبش، ما كملش داك المشروع وبقى راسخ ليا في الدماغ ديالي. ولكن دابا ملي جات الفرصه حليت الكتاب وبديت كنخدم على الاغنيه الغصن، الاغنيه الفرديه ديالي انا. هذا العصر ديالهم، نهار حتى حنا اللي بدينا راه ما تقبلوناش الناس، تيقول لك هذوك الدواء هذوك حشيشيه ما خلاو باش 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 نعتونا. ولكن ملي فهموا الاغنيه ديالتنا وسمعونا يعني تقبلونا. غير الفرق اللي كان بيننا حنا وبينهم، حنا خدمنا على الاغنيه المغربيه، خدمنا بالات محضه مغربيه وخدمنا على كلام مغربي. بحال مثلا جلالة راه خدموا على الملحون وخدموا على شي راه كتعرفوه. المشاهب خدموا على لي زارموني وخدموا على مقامات اخرى، ومعاهم الصوت ديال البنت وسط منهم. يعني ما ساهلش باش تلقى دي مخصو دي سولو البنت وسط اربعه ديال الرجاله. يعني خصك واحد تكون واحد الفنان واحد الملحين تكون كتعرف شنو كدير. وهذه الفضل كيرجع لله سبحانه وتعالى. والشريف مولاي الشريف كان فنان كبير وكان كيعرف كيفاش يحط ليا السولو، كيفاش يلقى ليا المقام ديالي نغني فيه مزيان وسط اربعه ديال الرجاله. وهاد الاغنيه اللي كاينه دابا ماشي نقولوا كلها ما مزياناش، كاين اعمال اللي في مستوى، كاينين اصوات اللي في المستوى، ونتمناو يستافدوا ويرقوا بها اكثر ويقلبوا على كلام اللي يكون شويه راقي ويكون شويه نسمعوه وسط العائله وسط. انا الا جيت نهضر على خمسة نقول راه فنانه وصوت كبير وكتجتهد وكتخدم، وهي اول فنانه اللي دارت الروك بالدارجه بالعربيه ديالنا. هذه خص الجمهور ديالها اللي يقيم لها الاعمال ديالها. وانا كيعجبني الاعمال ديالها في الحقيقه، كيعجبني داكشي اللي كدير، وهي كتمشي على واحد الخطى ماشي مزروبه. اللي كدير شي حاجه كديرها مزيانه. كيعجبوني ولا كيعجبتني مراحتي مؤخرا، درت واحد الاغنيه ملحون هذيك هاي غنات على الغرام على الحب.
ولكن غنات بواحد الطريقه اللي جميله. يعني كيفاش كانت الكتابات ديال الناس ديال شحال هادي، يعني داك الشيء كيسافر بك لواحد العوالم جميله بزاف. دنيا باطمه هذيك بنت لوسي زادت قدامنا وكبرت قدامنا علاقه طيبه، ما نكذبوش على صدر ربي علاقتنا، غير حنا ما كاينش ديك كنتشوفوا بزاف ولا هذه مره كنتشوفوا. علاقتنا طيبه، ما كاينش حتى شي مشكل بيناتنا، هذه خص الناس يعرفوها، ما كاين حتى شي مشكل بيناتنا. ومها الله يعمرها دار ليلى، ليلى الله يعمرها دار، هذيك السيده ما كتشبعك حتى هضره ملي كنكونوا جالسين. ودنيا راه صغيره بنيتنا وبنت عم ولادي فنانه كبيره، دنيا صوت كبير، صوت جميل، صوت جميل. ونتمنى نسمعها في شي رائعه، ماشي ديال الناس ديالها هي، تكون شي شاعر يكون كبير، شي ملحن يكون كبير، حيت صوتها كبير، خصها نسمعوا فيه شي حاجه اللي تكون كبيره قد صوتها.